سنتان مرت على المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات ضد متظاهري ثورة تشرين بين جسر السنك وساحة الخلان في بغداد، وتسببت بسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المتظاهرين. مع الساعات الأولى من مساء يوم السادس من كانون أول من العام 2019 اقتحمت ميليشيا حزب الله مكان تجمع المعتصمين في ساحة الخلان ومبنى مرأى بالسنك المقابل لها، وفتحت النار على الموجودين، كما اختطفت ناشطين آخرين في عملية استغرقت نحو 20 دقيقة دون تدخل القوات الأمنية، لترفع الميليشيا بعد ذلك لافتة كتب عليها الخال، وهو لقب القيادي في ميليشيا حزب الله عبد العزيز المحمداوي أبو فدك. وكانت قوات الأمن قد انسحبت من المكان بشكل مفاجئ ولم ترجع إلى الساحة إلا بعد مرور ساعتين على هذا الهجوم، وهو ما زاد من اعتقاد الناشطين بأن حكومة عادل عبد المهدي متورطة بهذه المجزرة، لا سيما وأنها وقعت بعد يوم واحد من تدفق أنصار الميليشيات إلى ساحة التحرير رافعين شعارات تبيح قتل المتظاهرين عبر اتهامهم بالعمالة. منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت بيانا عقب المجزرة اتهمت فيه الحكومة بالتواطؤ، وقالت إن عناصر مسلحة بالتعاون مع قوات الأمن الحكومية نفذت سلسلة من عمليات القتل أسفرت عن استشهاد نحو 80 متظاهرا وإصابة 137 آخرين. وأوضح البيان أن الكهرباء قطعت عن المنطقة خلال هذا الهجوم، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية إلى وصف الهجوم بأنه منسق. الحكومة كانت قد أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المجزرة بعد ضغوط دولية، لكن لغاية الآن لم تعلن أي نتائج، كحال غيرها من اللجان التي تشكل لذر الرماد في العيون وامتصاص غضب الشارع، كما أن وعود رئيس الوزراء الحالي الكاظمي بمحاسبة قتلة المتظاهرين لم تكن هي الأخرى سوى للاستهلاك الإعلامي في بلد تحكمه سياسة الإفلات من العقاب وضياع القانون. العديد من المتظاهرين الناجين من هذه المذبحة أكدوا أن الميليشيات الموالية لإيران هي المسؤولة عن تنفيذها ضمن سياسة ترهيب متظاهري ثورة تشرين بهدف إجبارهم على إنهاء حراكهم، مؤكدين أن القصاص من القتلة آت لا محالة طال الزمان أو قصر.